محمد محمود الشيخ، انا وشهرتي زاد من اتميده، محافظه تبع محافظه الاهليه اللي هي تبع مركز ميت غمر. عندي 21 سنه وخريج مساحه. كنت وانا صغير كان عندي حب للتصوير شويه، بس ما كانش للدرجه اللي انا كنت بحبها دلوقتي دي. فاول ما جبت التليفون طلعت فوق على السطح، بعدها باربع ايام كده كنت عمال اصور بفرحان بالتليفون والكاميرا، فطلعت فوق على السطح صورت صوره فنزلتها على الفيسبوك، لقيت في تفاعل عليها والناس بتقول انت موهوب والكلام ده كله، لان كل الصور اللي انا بصورها معظمها عن سعاده، عن اللحظه اللي بتبقى خارجه من بني ادم ذات نفسه، فيها سعاده فعلا حقيقيه، سعاده مش مصطنعه ولا الكلام ده، لا سعاده فيها حقيقيه بالظبط. اللي اخترع عليا الفكره دي ابن خالتي، فكنت باخد الصور كنت بزهقه يا عيني في عيشته كنت اديله الصور اقول له شوف اتفرج اتفرج اتفرج، يقول لي دي واتفرج، قال لي ما بقعدش صور كده تاني، انت صور كل صوره ليها فكره وليها حدود وليها روح، خلي الصوره بتاعتك ليها روح. فسبحان الله بقى انا بعد ما نصحني النصيحه دي انا اتجهت للموضوع ده بالظبط. واحده اسمها ام ابراهيم، الست دي انا صورتها ما كانتش موافقه لا تصور، بعد كده انا مشيت كده والله زعلت لان انا ما صورتش. شوف متخيل يعني انا مشيت بالعجله، انا معايا عجله هنا اسمها عجله المشاوير والمكافحات معايا، يعني خدت العجله ومشي، لقيتها بتندى عليا بتقول لي تعالى تعالى صور صور، فصورتها صورتها نشرتها على الفيسبوك، كتبت عليها كلمتين حلوين كده كانت قالتهم لي وانا بصورها. وبقى على فكره معظم الكلام اللي انا بكتبه فوق الصور بيبقى من اساس اللي الناس قايله لي، يعني انت فاهمني ايه الكلمه مثلا انت بتحبها، ايه الحكايات اللي انت احكي لي مثلا حكايه، انت فاهمني. انا بقى بقوم جاي سالتها يعني كتبت عليها كلمتين حلوين وبعد كده رفعتها على الفيسبوك، بعد ما خدت منها الموافقه اللي انا ارفعها على الفيسبوك مشيت من قدامها بعدها بتاع بشهر كده، صورتها ما شاء الله يعني عملت تفاعل كبير جدا مش بره البلد لا في حته التنميه دي برضو بعد الشغل والاجتهاد اللي انا لازم اعمله، لو انا ما عملتش كده مش هنمي حاجه، لازم اجتهد. هو بص اول حلم ليا ان انا اشرف ابويا وامي، ده رقم واحد. تاني حلم ليا ان انا عايز اظهر جمال البلد اللي انا عايش فيه، زائد جمال المكان كله، بلد دولة كلها، أظهر الجمال والروح الناس الحلوة اللي